شهواتكم. معلش بقى كنا مقصرين شويه. المهم انت طول عمرك بتاكل عندنا في البيت بس في حياه المرحوم. دلوقتي بقى دخولك البيت يجيب الكلام. الظاهر ان الاكله دي تعويض عن اللي فات كله. بص يا سعيد انا عايز اقول لك على حاجه كده. احنا عملنا اجتماع. اجتماع قمه كده يعني. هو خدنا فيه قرار. قرار بخصوصك. انت خلاص بقيت واحد منا. سعيد هو انت بتعمل ايه في الاجازه؟ النهار بقعد على القهوه وبالليل بروح السينما. طب ما تعكس. ازاي يعني؟ يعني بالنهار تروح السينما وبالليل تقعد على القهوه. بس هتعزمني على السينما. بس بشرط. واثق يكون عندهم علم. مين فيكم اللي طبخ النهارده؟ انا. تسلم ايدك. امال مين اللي كانت طبخه امبارح؟ هناء. اكلها ماسخ هناء. اصلها بتقلد وصفات التلفزيون. صفاء اختي قالت لك؟ قالت لي على ايه؟ ما انت عارفه صفاء. صفاء حاف كده؟ قصدي الأنسة صفاء. تيجي المحل كلها مع البيع والشراء. اشترينا ايه؟ بعنا ايه؟ لينا ايه؟ علينا ايه؟ انت خلاص ما بقيتش اوجي. يعني ايه؟ ابسط يا سيدي. عملناك شريك بالمجهود. ليك الربع وكل واحدة فينا ليها الربع. زيك زينا يعني. هيولد اصول. بس على فكرة الواد له قد البت مرتين. طب ارجو اللي جواك تاخد ربعين ليه؟ كنت ابن ابونا وامنا؟ هو ده بس الاحسان؟ يا نسوى فوق والله العظيم بهزر معاكي، هزار. انا قلت اتبسط معاكي. وبعدين يعني انا اللي عايز لا ربع ولا تمن. كل اللي انا عايزه ان ابقى في وسطكم وبس. ولو عايز يبقى لك ربعين مقدور عليها. دورها في دماغك وانت تاكل. بس انا مخي على قده لا مؤاخذة. يعني لو عايز يبقى لك نصيب فوق نصيب. ويا عالم هيكون نصيب اني واحدة. فهمت؟ بس يعني انت هتوافق عليا ولا ده ملعوب مني؟ يخرب بيت اهلك اذا كان ليك اهل. يا واد ما انا راضيه بيك من سنتين فاتوا. اوعى تنكر اللي بينا يا سعيد والمخزن يشهد. انا ما كنتش اقدر اقول لا. ولا انت ما كنتش بتتبسط؟ بصراحه انا كنت بتبسط عشان انت مبسوطه. اه يا دلالة زي القطط تاكل وتنكر. اسمع منك جوابك النهائي. اسمع مني في المخزن. مش في المزاج. انا اللي اقول اه وانا اللي اقول لا. سعيد ما تخلينيش احطك في دماغي.
المحل مكركب على الاخر. الحاجه دي لازم تتلم وتتنظم كلها ترجع في مكانها على الاقل لما تعوزها تلاقيها. يا ناس صفاء مفيش فوضى، يا دوب اخلص من زبون الاقي التاني. اساعدك بس نخلص من الفوضى دي، والحاجه اللي ملهاش لازمه ندخلها المخزن. تعالى ورايا على المخزن. ده ايه مكركب هو راخ؟ ساعات لما بيبقى شغل مريح بنزل باب المحل نص واختفي نص ساعة. وهنا مش حر عليك؟ لما بيكون جو حر بدخل المروحة. ايه رأيك يوم الأجازة نرتب المخزن سوا؟ اعملي معروف يا الصفاء، خلي الأجازة أجازة. أنا نسيت إنك عندك معاد في السيما. لا حول ولا قوة إلا بالله، دي بنت صغيرة وتخاف علينا لما تروح لوحدها، وبعدين أنا اشترطت موافقتك. عشان كده أنا استجدعتك. أنت فاهم الحكاية؟ اللي هتتجوزك دي هتبقى هي البرنجي، على اعتبار يعني إنك أنت ماسك المحل وروحنا في إيدك وكده. يسعد ما انا صرحتك بكل حاجه، يعني عيب لما تشك في اخلاصي والله. صفاء ما تنفعنيش، اكبر مني بكذا سنه، وبعدين مش حلو، وانا ما نفسيش اقول ايه. حلالك يا حلالك. طب وفاء ايه اخبارها عندك يعني؟ ما اختك كنت عارفها اكتر مني. وفاء اختك دي عامله زي الطرخه الصنفرات فاشل وجديده. بصراحة البعد عنها غنيمة، لما انت البرنسيسة بتاعتي. سعيد